لما منرجع بالذاكرة إلى مسيرة اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية منذ إطلاقه سنة 2013، يراودنا شعورين: شعور بالامتنان والتواضع من يلي تحقق حتى اليوم، ولكن أيضاً شعور بالمسؤولية أمام ما يجب بعد القيام به. منذ انطلاق هالحدث نتذكر كل سنة أنه الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية مع نسب متقدمة موزعة بين المدارس والجامعات بشكل فئة أساسية وقيمة بالمجتمع، وأنه نجحنا بتحقيق هدفنا الأساسي بخلق التوعية، إذ بدأت العقلية تتغير وأساليب التعليم تتطور، وخاصة بمجال التعليم المتميز. وبفضل هالتوعية أصبح اليوم الاختصاصي والأهل والمواطنين مجهزين بشكل أفضل لإدراك التحديات اللي بيواجهها الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية بالمجتمع كما بالمدرسة. فالحملات على اختلاف أشكالها والتدريبات وعرض هالقضية على نطاق واسع أتاحت الفرصة للعديد من هالطلاب بأنه يلتحقوا بالمدارس وأنه يتخرجوا بنجاح. ونحن اليوم فخورين بوجود أكثر من 50 مدرسة خاصة و30 مدرسة رسمية شرعت أبوابها لاستقبال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أنه فرصة متابعة هالطلاب تحصيلهم الجامعي صارت متاحة للكتار منهم. ولكن لما منطلع للمستقبل لا يقتصر الدمج فقط على ثقافة قبول الآخر، ولكنه أيضاً ممارسة يومية ملموسة تتطلب ما يلي: التشريع وتطبيق مراسيم القانون 220/2000، التعاون والتنسيق بين الوزارات الثلاثة المعنية بالموضوع، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، الشراكة بين القطاعين الرسمي والخاص، والمبادرات بين المدارس والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية المحلية والعالمية والمؤسسات الداعمة، التمويل والدعم لأمد طويل ومستدام من قبل الجهات الرسمية، تجهيز المعلمين والمدارس بالتدريب الضروري والموارد اللازمة حتى تزداد أعداد المدارس الرسمية والخاصة اللي بتتبنى الدمج، دعم الأهل بالبيت وخارجه على حد سواء من خلال إقامة مجتمع دامج. رغم كل الظروف الآنية الصعبة، بمناسبة النسخة الثامنة من اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعلمية، خلونا نجدد سوا التزامنا بلبنان الدامج.